السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بدينا معكم بوصفات شهر رمضان الفضيل، الله يعيده علينا وعليكم بالخير والصحة والعافية إن شاء الله على الجميع. إن شاء الله يا رب الله بيتقبل مننا ومنكم. رح أبدأها بوصفة شوربة العدس يلي هي كتير بتلزم جنب وصفات برمضان. رح أقدم لكم إياها بطريقة غير عن الطرق اللي أنا قدمتها بالقناة. أنا عندي كتير أنواع شوربات عدس بالتحديد بالقناة، شوربة عدس بالقمح، شوربة عدس بالرز، باللحمي، بالبصلي، يعني بعدة نكهات. هلأ بدي أعملكم إياها. عندي هون أنا كاسي ونص عدس مثل ما شايفين بالطنجرة، عندي حبة بطاطا، بدي حزين ليمون بقشرهم، وبدي هاي الشعيرية شايفين، وملح، المادة الدهنية إما زيت أو سمنة، هاي راجعة لكم شو بتحبوا تحطوا بقلبها. أنا رح أحط لها زيت زيتون. أول شي رح بعمله هو إني بدي أسكب مي فوق العدس. هلأ مرة وحدة سألتني إنه شقد بتعيري للعدس، أنا بحياتي ما عيرت له. انا بسكب عليه مي لحتى ينسلق، وبس انسلق بطحنه على قد كثافته بقدر اذا انا بدي زد له او لا. هلا بشغل عليه الغاز هدول للاخير، بس انسلق بدي اطحنه. بعد ما بطحنه بفرجيكم باقي المراحل. بهذا الوقت انا شوفه طحنت العدس، شايفين بصير منعمه. كثير بحب انه انا اطحن العدس مشان ما يضل فيه خشوني. هلا رح زيد فوق العدس مي مغليه مشان تصير سماكتها ظريفة. هلأ رح نركز ملحة أكيد واحد، هاي حسب رغبة كل شخص، ورح أحط لها شوية زيت زيتون على البارد، ما بدها تقلاي، هاي بتحبوا سمني بتحبوا زيت اللي بدكم اياه. شايفين كثافتها حلوة، بس بدي أحط لها البطاطا رح تتقل، فما في داعي نخاف، يعني إنه تخاف تصير خفيفة، لا ما أنا خفيفة. وبس بلشت شوربة العدس تغلى تنزل قطع البطاطا. هلأ منهدي تحتها شوي، وبس استويت حبات البطاطا إن شاء الله منرجع لكم. وهلأ شوفوا فقدت البطاطا مستوية، ما بدي إياها ندوب على الآخر لأنه لسه بدها تاكل طبخ. هلأ بهاي المرحلة شوية الشعيرية، أنا هيك أبداً شايفين بصير برشهم هدول لأنه بلزق، برشهم هيك رش وهي عم تنطبخ بدون تحميص بدون أي شيء، وبحركها ما منكتر شعيرية لأنها رح تنبوج. هلأ بين ما تنطبخ بس تستوى الشعيرية نطفي عليها. هلأ بهذا الوقت كمان شو بحط لها؟ 3 حزوز ليمون بقشرون، هدول هني سر النكهة، هدول ما تلغون أبدا من هاي الوصفة، هدول هني اللي بيعطوها النكهة المميزة. نضل نحركة لأنه هاي الشعيرية ما أنا محمصة، فإذا رست بالسفل بتلزق. نشوفكم المرحلة اللي بعدها. بهذا الوقت بنفقد الشعيرية، إذا استوت نلاقيها استوت بنحط لها عصير نص ليموني، ما بنحط لها كمان أكتر لأنه نترك الباقي كل واحد بصحنه حسب الرغبة، لكن نص وحدة تعطي نكهة طيبة ما بتطغى طعمة العدس. هيك صارت نتيجة وصفتنا لليوم جاهزة. رح فرجيكم هيك سكبة صغيرة منظرها، كيف منظرها بيجي كتير ظريف. شوفوا الشعيرية البيضة، بطاطا تجي خفيفة على القلب، شايفين ما أحلاها. شوفوا شيء كتير ظريف. هاي نتيجة وصفتنا، جربوها وإن شاء الله بتعجبكم، ودعونا دائما بهالشهر الفضيل وخبروني كيف عم تطلع معكم وصفاتي. وعاد وصفاتي ما بتعرفوا ليش جربوها، إن شاء الله يا رب تجربوها تنال إعجابكم. نال دعاء نحو الأهب الرحمي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.